ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهارده بنتكلم عن احداث الحلقه 9 من مسلسل زوجه واحده لا تكفي. بيجي اتصال لهيله من واحده عايزه تخطب زينه لابنها. حميده بتقول خليها تيجي تخطب بنتي، انا بنتي كويسه وكمان ما اتجوزتش 6 مرات زي بنتك. اثناء الكلام الست اللي كانت بتتكلم مع هيله قالت ان هي مأجله الموضوع لحد ما باباها رشيد ما يطلع من المستشفى. اتفاجئت هيله ان رشيد اصلا في المستشفى. قالت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ كانت متضايقة جدا وفضلت تعيط وتقول ان هي لازم تروح دلوقتي حالا ليه، والبنات كانوا موجودين وبيقولوا ماما هيلة بتعيط ليه؟ كانت رايحة علشان تشوف رشيد وكانت قلقانة عليه جدا وتقول ازاي ما كنتش معاه في وقت زي ده وازاي ما خدش بالي من غيابه. راحت على طول علشان تشوفه، وحميدة قالت للبنات لازم يكلموا زينة علشان خاطر تعرف ان امها جاية وتخبي البنات اللي عند رشيد. لكن البنت بنت شروق اخدت التليفون بتاع نورة وما رضيتش ابدا ان هي تديهولها، وكانت عايزه ان هيلة تعرف كل حاجه. البنات موجودين عند رشيد وبيتخانقوا مع بعض كالعاده عليه، ورشيد بيقولهم اسكتوا خالص وبيحلف عليهم بالطلاق لو ما سكتوش، فبيخافوا خالص وبيمشوا بعيد. وزينة بتقوله ايوه كده، كنت تعمل كده من زمان، يعني خلص الموضوع ده، يعني وضع السايلنت ده مريح جدا. بتيجي بعد كده بنته شروق وبتقول ان هي معاه ومش هتسيبه وان هي خايفه عليه جدا وان هي كمان عايزه تاخده البيت اللي فوقيها علشان خاطر تقدر تشوفه على طول وكمان يقدر يكون قريب من زوجاته ويروح ويجي عليهم على طول. فاستغربوا طبعا ازاي شروق اتغيرت. وبتيجي بعد كده بنته عليا وبتقوله ان هي مش هتمشي وان هي هتفضل لازقه فيه طول الوقت. قال لها اخرجي بره، قالت له انت بره، انت دايما كنت المثل بتاعي، انت دايما كنت دايما بتداري عليا، يعني لو جبت شهادة مش كويسة، لو حاولت اتعلم السواقة، كل حاجة انت اللي كنت بتعملها لي، مش هسيبك وهمشي. انت اتجوزت في السر وانا كمان اتجوزت في السر، انا بعمل زيك مش اكتر. بعد كده بتفوق امنية للأسف من النوم وبتلاقي نفسها تم اغتصابها. راحت على طول ونزلت، راحت العربية وكانت منهارة تماما بعد اللي حصل. وبيجي لها واحد وبيقول لها وبيهددها لو اتكلمت تاني او جابت سير الضايف في موضوع، واللي هو مصور لها فيديو ممكن يفضحها بيه. إبراهيم قاعد بيتكلم مع نوف وبيقول لها إن الرجالة والأساتذة دايما مسجلين أزواجهم بأسماء غريبة زي الحكومة وزي المحقق كونان وحاجات كده. قالت له أنت مسجلني إيه؟ رد وقال بلاش طبعا تعرفي، وخبى التليفون عنها ورماه علشان ما تشوفش. هي لو هي بتجري ورايحة علشان خاطر تشوف رشيد في المستشفى وقعت على الأرض بالشكل ده، وحميدة قومتها، كانت السيارة حدوثها وراحت على طول علشان تطمن على رشيد. وزينة بتقول لأختها شو ايه اللي غيرك كده؟ عايزة طبعا تكبشي من الكبشة اللي احنا بنكبش منها، عايزة تاخدي فلوس طبعا أكيد، لقيتي بقى انك لازم تعملي زينا علشان تكسبي فلوس وتغيرتي تماما، وعايزة تجيبي أبوكي في ريحك وكمان راضية جدا على جوازاته، مش همك يعني ماما ولا حاجة. الأم هيلة بتيجي على طول وبتسأل عن رشيد، بتكون عايزة تعرف هو فين وازاي ما قالولهاش ان رشيد كان تعبان وان هو في المستشفى. كانت منهارة تماما. رشيد اول ما عرف ان هيلة هنا المفروض يخبي البنات، ناصر راح قال له ان هيلة بره مش عارف يعمل ايه، فقال البنات نطوا من الشباك، ونطوا من الشباك ووقعوا على الارض. وهيلة دخلت علشان تطمن على رشيد، والبنات استغربوا وسألوا فين البنات ان هما زوجات رشيد. ونصر شاور لزينة ان هما نطوا من الشباك وهو طبعا في الدور الاول، فطبعا المفروض ان بكده ممكن يحصل لهم حاجه، وبالفعل وقعوا وكانوا يعني تعبانين جدا بعد الوقعه، بينما هي اللي كانت قلقانه جدا على رشيد. طمنها وقال لها ان هو كويس لما شافها وضحك عليها بكلمتين. وزينة كانت بتدور على البنات وعرفت ان هم نطوا من فوق. وبتخلص الحلقه على كده، وده كان ملخص لاحداث الحلقه 9 من المسلسل زوجه واحده لا تكفي. اتمنى الفيديو يكون اعجبكم وتشتركوا في القناه، واشوفكم على خير. باي باي.